السبوع بيتكون من حاجات للبنات وحاجات للولاد، الرز اللبني، الرز للبنت واللبني للولد. ماشي؟ اي تحفه من دولت ممكن تتحط في علبه او تتلف بورجنزه. في كل واحده منهم خمس ملبسات وشوكولاته. نوع الشوكولاته بيحددها الزبون، واخد بالك، ساده او بندق، هو اللي بيختار. هي دي بتعمل التكلفه. برضه العلبه نفسها كل علبه وليها ثمن حسب التحفه اللي هتتحط فيها. يبقى العلبه بتتكون من ملبس وشوكولاته وتحفه وشريط عليه اسم المولود، بنت او واد. بيتكون من فشار وزداني وملبسات وحتت اكليريك وبتاع وكده. بتاعت الاطفال، زينة السبوع بتاعت الاطفال اللي هي السبوع اللي في حاجه بتبدا ب 20 جنيه الدسته لحد 150 جنيه 200 جنيه، ودي حاجات الكريسماس وحاجات مظهر العيد الميلاد، كل حاجه على حسب سعرها. احنا بالنسبه لنا محل لوازم سبوع وافراح، كل ما يلزم السبوع موجود. في انواع ملبسات، في مثلا حاجه زي كده، ده ملبس حمص، في ملبس بجوز الهند، في نوع بالسوداني، في انواع الشموع كلها، كل حاجه تلزم السبوع موجود عندنا. احنا مجموعه بنات بنعمل حفلات مع بعض، بنعمل حفلات اعياد ميلاد، حفلات سبوع، حفلات حنة. ففي عندي سبوع فنزلت اجيب حاجات جديده ليا، يعني هو ولد فانا جايبه له اللون اللي ماشي معايا اللبني. القرطاس زي ده كده وعلبه، وفي الابريق والقله والهون والطرابيش، وفي ناس بتجيب بلالين على حسب يعني مقدره الواحد. اي تكلفه الزبون عاوزها موجوده، يعني الزبون اللي معلش في الكلمه لو عاوز 100 حته مثلا ب 250 جنيه موجودين، عايز 100 حته ب 300 جنيه موجودين، عايز 100 حته ب 1000 جنيه موجودين، باي سعر موجود في ات. فاي سعر موجود عندنا. لا التكلفه دي حسب كيف الزبون. تبدا من كام؟ تبدا يا سيدي من 6 جنيه لحد وانت طالع زي ما انت عايز، حسب قيمه التحفه، حسب التحفه ثمنها كام، المكونات، الكلام ده كله. هو الزبون حضرتك بيخش الاول بنفرجه على عينات العلب او التحفه، بنقفلها له علبه وبنشوف ايه هيشوفها، هو منظرها يبقى عامله ازاي، نقول له سعرها عامل قد كده. في بقى ايه حسب، في تحفه مستورده مثلا بالعلبه بتاعتها في خمسه. الشغل المصري برضو احنا على قد ما نقدر ان احنا بنقف المستورد ونشغلها مصري. انواع الشم في منها كذا نوع، بيبقى متزوق مزعرف، في حاجات للبنات، في حاجات للاولاد، اللون اللبني واللون البمبة. اه هي اسعاره طبعا بتبقى كويسه، في حاجات بتعمل 5 جنيه الباكو، في حاجه ب 10 جنيه، في حاجه ب 15 جنيه، في حاجه بتبقى عاديه ب 3 جنيه. دي انواع الشم. في زبون يقول لك ايه؟ انا عايز مثلا من دي وعايز من دي. ممكن ياخد من دي وممكن ياخد، يعني دي 100 بتعمل 45، دي 100 بتعمل 25 جنيه. في بقى دي عاملينها للجمل اللي هي شريط الستان، الجمل بقى اللي هي ايه، تبارك الله احسن خالقين، تبارك الله فيما خلق كده، محمد بيقول صلى على الرسول كده، يعني اللي هي على الشريط بتتحط على العلبه كده. والله الاسعار بتبتدي يعني من 2 جنيه وانت طالع، يعني اقصى حاجه 60 جنيه الدسته. يعني مثلا في حاجه زي كده ده اسمه كتاب، ده شغل مصر انتاجنا احنا، الدسته ب 48 جنيه تمام. في برضك كذا حاجه زيه، في بالمستورد بيبتدي مثلا من 50 جنيه الدسته وانت طالع برضك لغايه 72. في زي كده قطع كاس 8 جنيه. كل حاجه موجوده زي ما هي، مفيش حاجه اتغيرت خالص، كله موجود. بس ما هو بتحط انت السبوع ده وتجيب فشار وزداني وبتاع، وبعدين بتعمل القله والماء والغربال اللي بتهز بيه، كل حاجه موجوده زي ما هي، مفيش حاجه اتغيرت خالص. بس اتغيرت بقى ايه، حاجات المفاهيم بتاعت ايه؟ بتاعت الفلوس. انت معاك فلوس بتعمل سبوع، ما معكش فلوس بتعمل حاجه على القريب كده. في ناس بتاخد هون وفي ناس بتاخد غربال وابريق. الابريق اللبني للولد، والغربال اللبني للولد، واللون اللبني للولد، الباقيين كلهم روز. الابريق بتاع زمان والحاجات دي اهو، ولسه دلوقتي يعني لغايه دلوقتي واللون شغال والناس بتنزل تسعى عليه. يعني ما كانش لازم ياخدوا الثلاثة مع بعض، الهون والابريق والقله لازم ياخدوا الثلاثة مع بعض. الابريق للولد والقله للبنت. لا الولد لبني. البنت بيبقى بامبا.